ها انتم خوتي دار الحق هما مهني حال دابا دخلت عليكم والله واش اللي داروا الحق ياكل كلاص كيشوف ويسكت قد بلايه الله حيد جيك قبل ما يطلع دم خاصني نطاق قلت لي والله انا فلتو والله ما فلتو قالت لي شوفي ما وقتي قلت لهم دابا وعيتي راه الا دابا نطول الفريك ياكل واش كنا بغينا غير باك عجام شوفي انا ودرتي خليني هكذا جينا من كازا تعشينا وجينا دابا للدار المسكينه راه عطاتني كيلو ودابا عطاتها كيلو ولا مو براسها ما عطاتهاش الكويز ذاتي لقى المزاج ديالي طيبتي ما تفوتش علي عرفتي شنو غتحبسي الفيديو باش يجيب الكويز ذاتي ديالي وواضح حدايا ونوضها يلا وضحتي ديكتي خدمة دخلت بريت كيز حدا قدو سميتيت تيليفون شفتي شميتيت درت قاطع ماشي ضيعت الكلمه اتيحو انا مانيش كندير فيه روح ليا الخاتم ولكن بلاتي علاش درتي ما شويتي قاطع علاش ما درتيش كنتي تخلي شنو راجلك تحبي تاهو باغي لا ما تيشربش اتي بلي ما شربش حنا كنصب اتي ملي كنمشيو للناس في الصباح انا بنتي هذيك ماشي اتي هذاك ما خاص تحدا شي جوال هذيك ماشي اتي هذا ديال صحاب سعيد بلاني بآتي ضروري خاصني نسكت بآتي ما عرفتش منين جاي ديال هاد البيجام راه صبنت عشر مرات تخرج من هاد هي زوينه في الصباين انا اختك الاحمر الحمر زوينه اكبر المهم سالفة عجبتني هادي ديال قلتي المهم جغمة تشوفي بعد ملي تخليني بلا العسل لختي العار هي جغمة جغمة دوقي تشوفي كيقاطع والله ما فيه دوك ديال السكر ما درتيش فيه السكر لا درت فيه السكر واو انت دابا عاد شكون عطيتي هكا عطيتيها بسخون على حق المزال راه برد سمعي يكون طايب سير جيبي العسل راه كاين العسل تنسالي ونديرو مع الماء سخون ونديرو نشربو كنا ناكل واحد الحاجة ورتو ناكل ما تاكلهاش ولا هي شي الفضول دابا غنتسنى كتشهي فيا خدمي كل ما بديلوش قالت لي لا وانا نفرح كنت تقول لها بغيتي هادي الله يرحم من قال لها بغيتي هادي الله يرحم من قال لها ذوق اختي دابا هادي ديال سيليا المهم اول حاجه انا ما جبتلاش كادو زعما ديال راس العام شوف قالت لي هي قالت لي هي انا ما كنجيبش كادو ديال راس العام كادو 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 لسيليا حيت ما عمرش قالت لها مسكينه شي حاجه وكادو ديال الدار ولكن راه قلتها لهم في واحد الفيديو كادو ديال الدار يعني ماشي محسوب هذا كادو ديال الدار ان شاء الله نهار اللي غدير حفله راه غنشد لها كادو وهي دابا دابا اللي سمعتو سمعتو اللي ما سمعتوش عذروها راه الصوت لا كيسمعوني وهي راه صاحبتي ويعني وبحال يعني اختي اي حاجه عجبتني لداري وتكون عندي راه غنشد لك شي حاجه يعني دابا ما تتحملنيش لا 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 الله عزيزه عليا الله يخليك ليا ان شاء الله هاد العام نبقاو دائما مع بعضياتنا ان شاء الله يا ربي دابا راه اليوم اخر نهار في 2022 قلت لها واه وغدوز انا بعدا نقول لها شنو خديت لسيليا شنو قلت لي واحد المره كل باش كل مره فاش تفقنا احسن اصلا ما مغلفش عرفتي لا شفت شفت دار لي واحد الفقصه الحمد لله لقيت هادي كيجيب لي جوج بابي كادو جاب لي واحد عرفتي شنو درنا واحد الاتفاق ان شاء الله غنطلعو الاخران ان شاء الله يا ربي اللي طحت شهر واحد بحال هكا شهر جوج شهر ثلاثة وقت ما طحتليش حنا غنمشي داكشي اللي صرات طليت بحال هكا كنت غنجيب هاد بدات لي واحد تويتي كنا غنشريو ليها كنا غنشريو ليها توني ولكن حيت شفتها تكساوها تبارك الله شراو ليها من زاني وفراسكم والله العظيم حتى كانوا خاصين سيليا هادو قلتها لك قلت لها خاصها كتكون وطاق ليا ويلي غزال يعطيها الخير عيطي عليها شوفي كيجيوها سيليا عديل جيبها جيبها والله الا اللويم غزال وقلت لها خاصها كشكول وطاقيه وزعما هكايا ليغون
باش نديوها بهم الايفون. انا ما قلتيش ما عندهاش. قلتي عاد ناخذوا ليها ولا ولا ديالي. جيبها جيبها واش. قلت تبارك الله هي عندها كل شيء. عاد شريت لها الحوايج كلها. الحوايج صراحه كثيره. هادو ما عمري شريتهم لها، شريت لها في الصغر طبيت بوحديتهم عاديين زعما صافي دوزات بهم صغار. هاد راه غتبقى. كنا ناخذوا ليها طاقيه وحده فيها ميكي ماوس، طاقيه بلا حتى حاجه. ولكن عاودت لي خسرات هذه في لونها. قال لي لا، قال لي هذه زوينين بصح. قال لك صح عرفتي هادو جاو بزاف كاينين هذه كلها ميكي ماوس ولكن بلا كاش كول فيها ما حتى حاجه. قال لي هادو هكا ما غاديش. قال لي واللوين غيجي معاه هذا. قال لي دابا تشوفي بصح هذه كاين لونها سميتو غيجي هذا عادي. وجيب لنا بنتك واجي تفوضها معاها. نفسك كيتفرجوا. جيبها جيبها وجيبها لبسه واحد الحاجه نشوفوها كي جات نور. يا ربي غيجيها الطرب واش بالحق داير معاها؟ لا هذا غيجيها اسمو غادي يبقى عندها شتي كي قلتها لي. قال لي لا، قلت لها عندها عامين ونص. قال لي لا غيجي غيجيها وانت هذا كبير يبقى عندها حيت ما عندهاش صراحه. ما عمرني شريت لها شريت لها طبيو صافي جات لي كون كانوا عندها ديال صغور كاع وصافي وكاشكون ما عندهاش. دابا نشري لها شتي. زوج اختي اللي جاوب لي. المهم انا جربت نفس هي لبست معها الطبيقيه جات غزاله. اصلا عندي جبت لها الكاشكول درت ليها جوج شكيلات في الكاشكول درت ليها هكا وبلاتي بلاتي ديك بحال بيبا بي. شوفي سوتو شوفي سوتو هي فوتو كتقول لها سوتو هكا. ايوا دابا غنجربو ليكم. اجي نجربو ليكم. برافو سيليا برافو سيليا سيليا. دابا خاصنا غير الثلج. ما كيك بان سيستيني خاصنا غير تلجو. وي خاصنا غير تلجو. تزلجو نمشيو نتزلجو في الفران. اليوم كون درنا الباتيناج ولكن اليوم تلبسي هذاك لي بوط اللي خدات لك اللي خديها خداو لك من الرجال. وبلاتي ما تسرقيش ما تسرقيش صبري ليش انت سرقات عندك تحلات شنو فيها بنات؟ دوك لي بارفان اللي جبوا هذاك من الماء. ها انتوما شوفوا راه ما خلاتنيش. شوفوا لي غون والكشكول. ديري باي باي ديري باي باي. لا نو صافي. المهم هادو جاو غزال. شكرا بصحة وحزينة. لا يعطيك الخير بصحة وحزينة. وبارفان جابت لها بارفان بلاتي نحلوها يا بلاتي بلاتي نحلوهم بزاف. المرة الجاية نعاود ناخذ ليها منهم. شوفوا الشبكة هكا كي طالعة. ها هي بارفان يا ربي. واصبر واصبر حيت بارفان هكا ديال هادي. هاد البارفان كانت شافتها سيدي داك النهار عند المعتمد جبت لها ديال وعجبتها ديال الولاد وبلاتي وبلاتي نعطيها لك. وجبت لها ديال البنوته تويتي ويتي ويتي. شوف يا بدا بارفان بلاتي شفتها. واو ريحتها مفونه جدا. هادي لا غيقطع راه غتخويها هي تخويها تخويها. انا والله مشتهم هو اللي قال لي مرها هما فيهم ميني ماوس راه زوينين. هادو ديال ميني ماوس ديال الليل شنو راس ليها. شوف هذا الكلام معتمد راه عندهم مع راس لي قيمي قيمي شحال. ويتي 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 ويتي. شوف 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 السنة سعيدة يا سيارة ميني ماوس. ويتي اختي ويتي ما شاء الله الله يحفظها. فراسك راهي اللي تبعتي معاها بصح هذا راه معاها راه كيشوفها في اليوتيوب كيبقى يتبع الخطوات اللي دايره وريها العادل. زوينه يقدر من بعد تولي عنده موهبه كبيره في الراس كيموت على راسو. حيت تبارك الله هو تقرا في الوراق ما كيضيعش الوراق كيرسم الرسومات. شوف ارسم اللي بغيتي حيت انا الوراق نجي باش كيعجبني ما كيبقاش غيقطع وهذا كل حاجه كيعطيها وقتها. ايوا ولكن ارسم اللي بغيتي انت عادي. شوف ارسم لها ميني موس ديال سيليا كنكتب ليها فيه من نهار تزلت عندها تفطار ديالها. انا اي حاجه خايبه مزيان
حيت انا قلت غادي نخدم عليها فيها. عندي هاد مدام بونوغ ليله شتي هذا انا دايره ليها من نهار تزادت عنده القفيل سميتو فيول. كان انت شتي كنكتب ليها فيه من نهار تزادت اي حاجه وقعت في العائله شي حاجه هكا زوينه ولا خيبه ولا كيف ما بغات تكون كنكتبها ليها هنايا سورتو الحوايج اللي كيكونوا خاصين بها مثلا ماشي عيد ميلاد ديالها ولا مثلا شنو وقع في حياتها ولا وقتاش مشات للمدرسه اول مره وقتاش فهمتيني اي حاجه كنكتبها ليها هنايا. هاي لعبتي زوينه فكره زوينه باش ملي تكبر تبدا تقراهم هاد مينيموس دابا اللي رسم لها معتمد غنخبيها لها هنا وان شاء الله بعد غدا ولا غدا ملي يكون عندي وقيت نجلس ونكتب ليها شنو جاب ليها معتمد ونكتب ليها كلشي وبالتاريخ وكلشي وندير لها فكره زوينه ونديرهم لها فلوس فلوس الصفحه واحد سميتو واحد فيه معتمد عنده كيجمع فيهم الصغار هذا وقيله شريت السيري قبل ما واو شفتو انا قال لي واحد الخبيريه ديال سبايدر مان لقيت عند واحد من المكتبه فكرة زوينة صراحة ولكن فكرة زوينة درتيها لي من عندك قالك عندي ما تحسبني دابا نديرها صايبي هادي زعما أي حاجة كيكتبها بحال هكا فهمتيني كتبقى بصح شحال من حاجة تقدر تحاول ليها تكون ذكريات زوينة نهار اللي تكبر نعطي ليها تقرا وتعرف كلشي ديك الساعة وتفهم كلشي إن شاء الله نجحات ها نجحات سيدي ولدي مازال ما عرفنا انت ما خدت العام يلا كتقرا في الروز ايوا المهم هذه جبتو لي سنة ثانية ما قبلي عليا ماشي شي حاجة دابا ما تقوليش ليا قبلي عليا شوفي انا راه من النوع اللي تغليفة كي دايرة مالك ما تضحكيش معايا التغليفة بصح كيما كيقولوا انت ما التغليفة اللي صايبت لك داك النهار زوينة نتمنى يعجبك قلت اسكي تحطي فوق الصالون ديالك صافي والله العظيم تخيلي والله هي ما كذب عليك ويلا زوينة شكرا عرفتي شنو قلت هذيك اللي شفتي دايره قبيله من ايكيا غتجي فيها تحطي فيها الطوماط دابا انا البارح حيت انا كيكون عندي مثلا زليف وداك الشيء عطيتهم لماما المهم حيت هي دوك الزليف كيكونوا مفرطين مزيان وسميتو والبارح شنو جبت باش درت الفرماج وداك الشيء دابا وحطيته في الثلاجه كبير ما شاء الله درت هذوك الطويجنات ديال البيع هما اللي درتهم انا نقول عادي خصني نشري لي شي حاجه ما تشي تعود ولا لا كلشي ولا زوينة والله إلا زوينة صحة وراحة زوينة الله يعطيك الصحة كنتمنى تكون عجبات تبارك الله والله حتى زوينة شوفي كيف كتجي بالغليقات ديال العود ديال العود هكا الزيت الزيتون العسل الزبدة المهم أي حاجة هكا ديال الفطور هاديك تحطها بصح هاديك هاديك اللي كطور لا هاديك تحطها بوحدها مع هادي هادي أو كغالي معاها زويونة مش غير هادي بزاف وكنت باغا نشري وكنت باغا نشري انا هاد الستيل كاينه طويله كنت شفت طويله ما بغيتش الطويله قلت وشفت شفت واحد الستيل راه شفناها انا وياك قبيله في ايكيا باش كل مستطيل هكذا اي فيها وحدينات محطوط هذيك هي اللي شفت انا انا حبس معكم فيديو نعاودو نرجعو المشاهدين شوفوا المباراه اللي كنتفرجوا فيها حاليا انا عاد كندخل اشهر واحد الفيديو نحطو دابا ها انتم شوف ملي تيغطيها تتقولي علاش غطيتيني منين ما تيغطيهاش تتجري المانطا تبغي تغطى ورطيت بهذيك المانطا وي انا قلت لسناء هاد الجوج شكون هما منين جبتيهم انا راه ما تنعرف حتى واحد فيهم والله الا كلاو لا كلاص هذوك الحيحه هاتي محيحين محيحين داك الدحيش وهاد الكره كيف يقول معتمد هاي اللعبه ديال لعب اسيل يلاه حتى كان كيحشم يا خويا على الحشميه خويا ملحفه بالمانطا شفتي ملحفه بالمانطا مال هادي فراسك بنتي ما عمرها لعبت بحالك عندك 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 اسيليا ناري ما كتبان لها حتى بلاصه ناري الرينغ لايت اعتقى معتمد رينغ لايت بحال اللي بكره حبنا دخل اي صوار وداكشي صغير ماشي بحال بيسي تساهل معتمد معتمد جيبها ولدي جيبها ديك الرينغ لايت جيبها ليا هي حيد حيد هذوك راه تسدو دغيا عرفتي اش دير ديها حطها في الصالون بشويه عليك تحطها فوق داك الفوطي عندك حطها فوق داك الفوطي خليني نخوي لكم الدار ونا
حيت على راسك شفت عديل مش تاع حد راسو قوسنا عليك قوسنا عليك ضرب راسو مع تخوتي نيت